لم يكن متوقعا ان تحمل هذه النبتة الصحراوية حلا بديلا للبترول، وبصورة وصفها المتخصصون بالمتشة انها شجرة الجاتروفا التي اتجهت الحكومة السودانية الى زراعتها وفق هدف استراتيجي هو توفير احتياجات السودان من الجازولين. فبذور هذه النبتة غنية بالزيت، ومع الحاجة الماسة إلى النفط تصبح هذه النبتة نجمة ساطعة في أفق مشاريع اكتشاف مصادر الطاقة البديلة. كما أن نبتة الجاتروفا لها قدرة كبيرة على النمو في كل البيئات وخاصة الصحراوية. السودان يحتاج إلى 2 مليون طن من الجازولين في العام بوفق إحصائيات وزارة المالية عندنا في السودان، ولذلك نحن لو زرعنا مليون فدان بنسجل 2 مليون طن بشكل كبير جدا. يعني انت فدان راح تنتج 15 برميل، انت بيكون عندك في السنه عندك 15 برميل انتجتها من وقودك او من الجاتروفا الشجره اللي عندك وكده. التجارب العلميه اثبتت ان المعالجه الكيميائيه والفيزيائيه لزيت الجاتروفا تكفي لتحويله الى نوع من البيوديزل، اي ما يعرف بالبترول الاخضر. كما يمكن استخدامه في بعض الماكينات دون معالجات كيميائية، بالإضافة إلى إنتاج الأخشاب والصابون وبتكلفة أقل. فالنبتة لا تحتاج إلا إلى قليل من الماء لتمنحك كثيرا من النفط. وصلنا إلى أنه لتر من زيت الجاتروفا بعد المعالجة الكيميائية بيدي لتر من البايوديزل اللي هو يصلح استخدامه في السيارات مباشرة. البايوديزل المنتج من نبتة الجاتروفا صديق للبيئة، لأنه يقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون التي تزيد الاحتباس الحراري في البيئة. وقد أجرى الباحثون تجربة عملية ناجحة في استخدام منتج الجاتروفا في إحدى السيارات العاملة بالجازولين. ويقول الباحثون إن زيت الجاتروفا عند احتراقه لا يطلق إلا خمس كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من احتراق البترول. نحن الآن نستغل هذه السيارة التي تعمل بالديزل المنتج من نبتة الجاتروفا، تجربة انطلقت ويبقى التحدي في التوسع والتعميم. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.